والجماريك عندهم قوانين اللي خاصهم يحترموها، وهذا الشيء جاي في إطار احترام القوانين، والعلامات اللي كتشتغل عندنا خاصها تحترم القوانين، وغتنضبط القرار اللي تخاد، وغتغير شي حوايج في السيارة، تحيد العلم الإيطالي من السيارة باش نتمكنوا من باش ندخلوا هذه السيارة اللي هي سيارة من أصل علامة إيطالية، وخاصنا اسم المغرب، ما كاين مشكل. ولكن هذا الشيء جاي في واحد السياق عالمي اللي هو شويه صعيب. شنو هو هذا السياق العالمي اللي صعيب؟ ملي كانوا الدول الصناعيه كيصنعوا، كانوا بغاو يفتحوا الاسواق ديال العالم باش يبيعوا المنتوجات ديالهم في العالم. دونك جاو بالاو ام سي، جاو بالكات، وجاو قال لك نديروا العولمه ونفتحوا الاسواق ونخلوا الحريه ديال السلع في العالم الى اخره، نديروا اتفاقيه تبادل حر، هما اللي كانوا كيبيعوا. دابا دول الجنوب تعلموا يصنعوا، منهم المغرب، ولينا حنا كنبيعوا لهم السلع. جاو قال لك دابا يمكننا نغيروا، بغينا نغيروا القوانين، بغينا اسيدي نديروا صنع خالي من الكربون. قلنا لهم مرحبا، هادشي كيفيدنا. بغينا سيدي تحترموا عادات ديال المعايير، قلنا لهم ما كاين مشكل. واليوم ايضا دخلنا في واحد المحيط اللي قال لك حنا سيدي ما بغيناش يكون عندنا تبعيه لدوله او دوله اخرى، وبغينا نسترجعوا عدد ديال الصناعات. حتى هما داخلين في هذه المرحله ديال السياده وكيقولوا المصنعين خاصكم ترجعوا تصنعوا عندنا. وكنتفهم انا ان حكومه ديال دوله اللي عندها علامه تاريخيه كتسائل علاش هذه العلامه كتصنع في المغرب وما كتصنعش في ايطاليا، وتسالت رئيسه الوزراء ديال ايطاليا هذا السؤال. كل اللي احسن منك في الجوده؟ حتى واحد ما احسن منك في الجوده، وحتى واحد ما احسن منك في التنافسيه، حتى واحد ما احسن منك في الجوده، وحتى واحد ما احسن منك في التنافسيه. وهذه بشهاده رؤساء الشركه المنتجه. دابا السياسي يمكن له يقول لك شي حاجه، انا يمكن لي نقول لك الجوده ديال المغرب احسن جوده في العالم. ايطاليا يمكن لك تقول لك احسن. السياسي الايطالي يقول لك ايطاليا احسن جوده في العالم. ولكن اللي كينتج هو اللي كيحكم، ياك؟ هذاك اللي كينتج في تصريح البارح، غير البارح، قال لك احسن تنافسيه اللي عندنا المغرب وصل للتنافسيه ديال الصين، واحسن جوده اللي عندنا هي في المصنع ديال قنيطره اللي خرجت منه ديك السياره، احسن جوده في العالم واحسن تنافسيه في العالم. اليوم هاد الدول اللي بداو كيديروا نوع من الحمائيه، ولينا كنهضروا على الباك شورينغ والنير شورينغ والفرنش شورينغ الى اخره، هاد العولمه بدات كتشتت. حنا خاصنا نلقاو بلاصنا، هاد البلاصه مازال عندنا امكانيات من الاسواق التاريخيه ديالنا، ما يمكنناش نستغناو عليها. اليوم 80% ديال السيارات اللي كنبيعوها كنبيعوها في اوروبا، باش ما نكذبوش على راسنا، واخا كنبيعو في 70 دوله، 80% ديال السيارات اللي كنبيعوها في الخارج كنبيعوها في اوروبا، وغنبقاو نبيعوها في اوروبا حيت عندنا احسن تنافسيه، حنا قراب، وبالاخص استثمارات كبيره جايه من اوروبا ايضا، وهذا مهم ومهم جدا. ولكن خاصنا نوجدوا نفوسنا باش نفتحوا اسواق اخرى، ماشي باش نفديو هذه الاسواق اللي عندنا، لا، حيت عندنا معركه اخرى اللي هي ام المعارك، هي خلق المزيد من فرص الشغل. ما كنخلقوش ما فيه الكفايه لاستقطاب الشباب ديالنا. دونك خاصنا على الاقل نضعفوا القدرات الاقتصاديه ديالنا باش نعطيو افاق لكل الشباب اللي كيجي لسوق الشغل. هذا هو الرهان، وهذا الشيء علاش خاصنا نفتحوا اسواق جديده ونقويوا الاسواق ديالنا.